شغفه الكبير للموسيقى دفعه إلى تحويل منزله إلى متحف يجمع فيه كل ما هو قديم ونادر. أنشأ وليد خويس أكبر مكتبة موسيقية عربية في العالم العربي، بالإضافة إلى جمع معدات وأدوات تصوير وتسجيل عتيقة. نتابع سويا. خلقت وربيت ببيت بحب الموسيقى كتير. كان والدي سمعه تقيل، كان لما نسمع عبد الوهاب أو فريد الأطرش اللي يا بابا علي لي الراديو على الآخر. المكتبي والمتحف مؤلفين من مكتبة الموسيقى العربية، في مكتبة موسيقية شاملة اعتباراً الأسطوانات الحجرية من 1905 لما بلشت شركة أوديوفون فرنسية تطبع أسطوانات عربي، سريات كلها عندي من 1905. لما خلصت مكتبة الموسيقى العربية بلشنا بالمكتبة الكلاسيكية العالمية. بعد ما خلصنا الأسطوانات الكلاسيكية والريل والريلات بلشنا بمتحف أوديو فيجن. المتحف هو بيحتوي على أول راديوات، أول سينمات، أول آلة حسابية، أول مكانات التصوير، أول فونوغرافات، كلهم هودي بالمتحف الموجودين عندنا. بيختص بالعلوم السماعية والبصرية، كله موجود عندنا. عدتهم وزارة الثقافة الأول بالشرق الأوسط والعالم العربي وعطوني علاي الأوسمي والدروعة. نحن اليوم بال 2017، أنا بلشت بال 1986، ما خلينا دولة، ما خلينا. أنا عندي ثلاث شباب وبنت وأنا وزوجتي، إكيب كامل، إكيب عائلي كامل عم بشتغل بشغف بالموضوع هاي. قدرنا نأرشف لغاية هلا 42 ألف أغنية، أرشفناهم كلهم عن شرايط البكر. أرشفنا 42 ألف أغنية من أصل ألوف الأغاني عنا ياو. هيدا الماجيك لانس، هيدا أهم قطعة موجودة حاليا على ضوء الشمعة على الحيط، بتعطيك الصورة. يعني كان كتير غالي وقطعة نادرة جدا جدا هيدي القطعة. أول فونوغرافات الإنجليزية هو فونوغراف عبارة عن بوق نحاسي، طوروه الألمان كمان. داك بدكوا على الرصور، داك بتحط الأسطوانة الحجرية بتسمعها. الألمان طوروه للإنسترومنت هاي، عملوا له تجويفة خشبية، وبدل ما يكون البوق من فوق حطوا بوق نحاسي بقلب التجويفة، صار يطلع الصوت من قلب تجويفة أنعم من الصوت النحاسي. يعني أغلب دول اللي عملت راديوات نحن جايبين لها السيريات تبعها. هو الكاميرات 1860 والكاميرات تبع الحقبة العام 1900 ما كان في بطارية وما كان في كهرباء، كانوا يدكون داك بالرسور. اللي عنده حلم واللي بيحلم حاول حقق حلمه، في شيء مستحيل. الموسيقى هي غذاء الروح وهي تسمو بنا إلى عالم الجمال والمحبة والسلام. وأنا بنصح كل إنسان يتذوق الموسيقى ويسمع موسيقى بيصير هادئ وشفاف.